إلى دقائقنا الستة من الأسواق، حيث أسأل ضيوفا ثلاثة أسئلة ستة يجيبون عليها في ست دقائق. أرحب بضيوفي من دبي حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في تريدبيديا، من دبي أيضا محمد زيدان كبير استراتيجي الأسواق في ثينك ماركت، ومن القاهرة محمد النجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية. أبدأ معك حبيب في دبي. رفع الفوائد الأمريكية حصل بالفعل الأربعاء إذن وفق التوقعات، لهجة الفيدرالي حول الاقتصاد ماذا تقول حول احتمالات الرفع الأخرى في 2017 وحول عددها ربما؟ قرار الفيدرالي برفع الفائدة ما فاجأ حدا زينة، بالحقيقة كانت احتمالات الرفع عند 100% قبل الاجتماع، وهذه إشارة على أنه عملية الرفع كانت مسعرة إلى أقصى الحدود، خاصة بعد تصاريح أعضاء اللجنة الإيجابية أواخر الشهر الماضي وبداية هذا الشهر، وبعد البيانات الاقتصادية الجيدة. أما بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية فاللجنة هي ما زالت متفائلة إنما بحذر. في عنا 9 من الأعضاء هن مع الرفع مرتين بعد هذا العام، أما 5 من الأعضاء فهن مع الرفع 3 مرات إلى أكثر. طبعا هذه الاحتمالات مهددة أنه تتغير وفقا للتطورات الاقتصادية، وخاصة وفقا للضغوط التضخمية المرتقبة. أنا برأيي زينة إذا انتقلنا من التحفيز النقدي إلى التحفيز المالي، هذا الأمر رح يعطي دفع للضغوط التضخمية ورح يرفع التضخم، ورح يدفع اللجنة لمكافحة ارتفاع التضخم من خلال تشديد بالسياسة النقدية. أما إذا ما حصل هذا الشيء فنظرا للظروف الاقتصادية الحالية متوجهين إلى رفع 1 إلى 2 لنهاية هذا العام. طيب سأبقى معك حبيب، ولنقل إذن أن الصورة ليست واضحة تماما لما سيحصل على صعيد السياسة النقدية لبقية العام. ماذا يعني هذا برأيك لحركة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في المدى المنظور؟ فشل الدولار بالارتفاع بعد البيانات الاقتصادية الجيدة وخاصة بيانات الوظائف، وبعد فشله بالارتفاع بعد رفع معدلات الفائدة، بدل على أنه الدولار بدل على أنه هالبيانات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الجيد بالولايات المتحدة أصبح مسعر، وأنه الدولار دخل منطقة تشبع الشراء أو الشراء والمفرط، وهو بحاجة إلى حافز جديد حتى يستمر بها المسار الصعودي يلي كنا عم نشوفه بالفترة الأخيرة. بغياب هالحافز يلي ممكن يكون تشريعات جديدة من الرئيس ترامب أو بدء العمل بالتحفيز المالي وخفض الضرائب كما وعد، بغياب هيدا الحافز بتوقع أصبح الريسك صار على الداون سايد، يعني الدولار أصبح مهدد لجني الأرباح من قبل المستثمرين وانتقالهم إلى عملات أخرى. الدولار مهدد بالانخفاض أو التداول العرضي عند هذه المستويات، خاصة أمام العملات الأخرى، عملات الكوموديتي كارنسيز مثل الدولار الكندي مثل الدولار الأسترالي، وطبعا رح نشوف ارتفاع للملاذات الآمنة مثل الين والذهب. محمد زيدان أيضا من دبي، محمد على هذه الخلفية ما هي التوقعات للذهب؟ وسمعنا للتو من حبيب أنه في توقعات أنه يكون ربما مقبل على أيام جيدة. إلى حد ما احنا نرى بشكل ما أنه هو يخش حركة عرضية مائلة للارتفاع ما بين مستويات 1242 و 1215 دولار للأونصة، ودوت لأنه خلاص الذهب انتهى من تسعير ورفع فايدة، وانتهى من الموجة التصحيحية الصاعدة بعد رفع فايدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. الآن الذهب مترنح ما بين المخاطر وعدم اليقين الناتجة من الانتخابات الأوروبية وسياسات ترامب، وقوة دولار أمريكي متوقع أن يكتسب قوة بعد في الأجل المتوسط بسبب توقعاتنا بظهور الاقتصاد الأمريكي استدامة في تحسنه عن طريق البيانات، فبالتالي نتوقع أن الفيدرالي بشكل عام هيكون له قدرة على رفع الفايدة أكثر من ما تتوقعها الأسواق. فبالتالي في الوقت الحالي المسيطر عليه الحركة العرضية الصاعدة ما بين المستويات اللي ذكرناها، وأعتقد أنها تستمر حتى ما يظهر جديد في الأسواق، إما تتقلص مخاطر الانتخابات الأوروبية أو ترامب يقلص عدم اليقين بسبب إصلاحاته، ولكن في النهاية على الأجل الطويل نتوقع هبوط للذهب. في الوقت الحالي نعم خلص نشوف حركة عرضية صاعدة، ده السيناريو الأكثر احتمالا وهو المتوقع على الطول. طيب أبقى معك محمد زيدان، يبدو أن ليس ثمة بيانات تساعد النفط على الارتفاع في هذه الفترة، ما هي نظرتكم لسعر البرميل؟ نحن لدينا نظرة سلبية بصورة عامة، أنا أتوقع سعر 45 دولار للبرميل هو ده المنتظر من قبل الأسواق، فبالتالي دخولنا في فصل
الصيف في طلب بتناقص، ارتفاع المخزونات الأمريكية بشكل عام حتى والمخزونات الأخيرة تقلصت، ولكن وازدياد الحفر وازدياد عمليات الحفر والتنقيب على النفط الصخري الأمريكي، وعدم اقتناع الأسواق بما خفضته أوبك أو عدم يعني التزامها الجزء إلى حد ما بعمليات اتفاقية تخفيض الإنتاج في نوفمبر السابق، ده كله بيدفع أسعار النفط للهبوط. هو أسعار النفط كانت تجد مستوياتها العادلة عند فوق 50 دولار في الفترة السابقة، ولكن الآن لازم تعدل توقعاتها وترغب الأسواق في مزيد من الإجراءات من قبل أعضاء أوبك، واللي هنشوفها في شهر في الفترة القادمة نشوف اجتماعاتهم ماذا ممكن يقدموا للأسواق. في كلا الحالة احنا لدينا نظرة سلبية، نعم إنها مش وتيرة متسارعة زي الأسبوع السابق، ولكن هنشوف مستويات 45 دولار في ظل الظروف الراهنة في الوقت الحالي. إلى محمد نجار في القاهرة. محمد، نعود لنشهد مستويات متدنية للجنيه مقابل الدولار، ما الذي يتسبب في الطلب المرتفع على العملة الخضراء؟ بالطبع زينة، هناك ضغوط واضحة على العملة المحلية خلال الفترة القصيرة الماضية أتي إلينا من عدة متغيرات سواء كانت داخلية أو خارجية. بالطبع المتغير الخارجي الأساسي هو المخاوف من رفع سعر الفائدة، وهو ما تم الإقرار به خلال الفترة الماضية. أيضا هناك بعض المتغيرات الداخلية من المخاوف من الاجتماعات صندوق النقد الدولي، وهل سيتم منح مصر الجزء الباقي من قرض صندوق النقد الدولي، هذا من ناحية. وبالطبع نحن في انتظار البعثة خلال شهر من الشهر ابريل المقبل، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ايضا الضغوط الواضحه على العمله المحليه على العمله الاجنبيه نتيجه ارتفاع او دفع فاتوره واردات رمضان، وبالطبع دفع فاتوره رمضان واردات رمضان تمثل نسبه كبيره من الواردات خلال العام كله، وبالتالي الجميع الان يتحذر هل سيتم اللجوء الى المزيد من الواردات ام لا. الان نحاول الاقتراب من مستوى ال 18 جنيه ونص. بالطبع مستوى 18 جنيه ونص هو صعب، حاولنا الاقتراب منه في نهاية يناير وبطلع فبراير الماضيين إلى أننا نحاول الاقتراب منه الآن، وبالتالي الجميع يتخوف مع اختراقه، هل سيكون المستهدف هو 20 جنيه أم لا. طيب محمد، بعد انقضاء الاستحقاقات اللي هي قريبة المدى، ما هي المحددات التي يجب أن ننظر لها عندما نتوقع مستويات الجنيه في النصف الثاني من العام الحالي؟ هناك العديد من المحددات نتوقع ان تكون هي المحور الاساسي لحركه العمله الاجنبيه العمله المحليه امام العملات الاجنبيه. اعتقد من وجهه نظري واهمها هو على الترتيب زياره بعثه صندوق النقد الدولي الى مصر خلال مطلع ابريل المقبل، المطالب والمتطلبات التي قد تبدا بعثه صندوق النقد الدولي الضغط على مصر لتنفيذها، مثل رفع الدعم على المحروقات او الدعم الجزئي عن المحروقات على الاقل، رفع الدعم الجزئي عن اسعار الكهرباء. ايضا هناك بعض المطالب ب تطبيق ضريبة الدمغة على سوق المال، وهو الآن يعتبر ما هو في طور التنفيذ من ناحية مهمة. أيضا بدء تنفيذ الإصدار اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى ضغوط على المقبلة على الدولار الأمريكي نتيجة بدء موسم استيراد سلع رمضان، وهو ما يمثل جزء مهم جدا في الضغط على أسعار الدولار. ولكن بعتقد في الإطار العام هو التخوف والحذر من المتغيرات الداخليه، وهو هل سيستطيع المجتمع تقبل الضغوط مزيد من الضغوط من صندوق النقد الدولي على مصر ام لا، وهو ما سنتوقع ان يحدث او يظهر على الاقل خلال الربع الثالث من هذا العام ومع بدايه العام المالي الجديد. انتهت دقائقنا الستة من الأسواق، شكرا لضيوفي من دبي حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في تريدبيديا، من دبي أيضا محمد زيدان كبير استراتيجي الأسواق في ثينك ماركت، ومن القاهرة محمد النجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية. ومن عالم المال والأسواق والاستثمار يأتيكم سؤالنا الأسبوعي. من هو